بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي إن شاء الله المحاضرة دي اللي هي كان فيها أوامر الأوتوكاد المتعلقة بالاستاتيكال سيستم. دلوقتي قدامنا فيلا مكونة من بدروم ودور أرضي ودور أول. الفيلا دي المفروض إن شاء الله نعمل لها استاتيكال سيستم. في الفيديو ده هنعمل الاستاتيكال سيستم بتاع السقف البدروم، السقف ده اللي أنا بشاور عليه ده. تمام، فإحنا هنحتاج معانا نفتح المعماري بتاع البدروم والمعماري بتاع الدور الأرضي. دلوقتي احنا أصلا السقف بتاع البدروم ده بيكون شايل ايه؟ الحيطان بتاعة الدور الأرضي. فلازم نكون متفقين ان المعماري بيبص لتحت، يقطع ويبص لتحت. الانشائي بيقطع ويبص لفوق. المعماري لما بيقطع ويبص لتحت بيشوف ايه؟ بيشوف الاساس بتاع الاوضه، بيشوف كراسي، يشوف باب، فتحه الباب، يشوف حوض، يشوف الكلام ده كله. انما المدني بيقطع ويبص لفوق، يبص يشوف ايه؟ يشوف الكاميرات، يشوف السمك بتاع السقف، يشوف الحاجات دي. المفروض السقف يكون متسلح بقد ايه، الكاميرات تكون الدبس بتاعها قد ايه والكلام ده. ماشي، فاحنا هنقطع ونبص لفوق، فهنضطر هنشوف ايه؟ هنشوف المعماري بتاع الدور الارضي، نشوف ال في كام حيطه والحيطان فين، وهل في الامكان نحطها في البدروم ولا لا، ولا دي هل هتقطع فراغ معماري ولا ايه. تمام، دلوقتي اول حاجه بنعملها هنفتح كده فايل، وهنقوم عاملين ايه؟ نقوم واخدين البلان المعماري، البلان المعماري بتاع البدروم. عملنا سيلكت كده كلها، وادوس ايه؟ اديت كوبي ويز بيس بوينت، واقوم مختار البيس بوينت في اي حته مش مهم دلوقتي، واقوم جاي هنا واقوم دايس ايه؟ اديت، واقوم دايس بيست اهو. بس بطيء شويه عشان الحاجات اللي فاتح. اي هو في ايه؟ بس مش بتثبت. تمام، هاي البلان بتاعت البدروم، وكذلك اعمل في الدور الاول. دلوقتي انا حاطط هنا البلان المعماري بتاعت الدور البدروم، وادي البلان المعماري بتاعت مين؟ الدور الارضي. ماشي، هبتدي اعمل ايه؟ الاول عايز احطهم الاتنين جنب بعض بمسافة ايه معينة انا عارفها، عشان خاطر هستخدم المسافة دي دلوقتي. تمام، دلوقتي هاخد خط من عند ايه؟ من عند التقاطع بتاع الاكس اللي هو اسمه 1 والاكس اللي اسمه ايه؟ جي. ماشي، وبعد كده اقوم ماشي خط هوريزونتال 50 متر، او حتى اليونت بالمتر. تمام، دلوقتي اهو ده الخط اللي احنا رسمناه. نقوم واخدين دي البلان دي كاملة كده، ونقوم عاملين لها موف ونحطها ايه؟ على بداية الخط ده. نمسكها منين؟ من النقطة هي نفس التقاطع ده بتاع الاكسات، نقوم ماسكين منه، نقوم رايحين هناك ونحطها هنا عند ايه؟ بداية الخط. تمام، دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ دلوقتي معظم يعني دايما المعماري بيطلع شغله وهو حاطط ايه؟ اماكن الاعمدة. انما في المشروع ده ما حطش الاعمدة، ما كانش محطوطة، يعني كانت متروكة لايه؟ للمهندس المدني هو اللي يحطها. غالبا بيكون المعماري هو اللي بيحطها، بس يعني ساعات ما زي ما احنا شفنا دلوقتي ده اصلا مشروع اتنفذ، ده فيلا اتنفذت في التجمع الخامس غالبا. تمام، دلوقتي هنعمل ايه؟ هنشوف الكلام ده، هنشوف ايه اللي احنا محتاجينه في اللوحة هيبقى موجود، وايه اللي عامل ايه مكان على الفاضي، واخد مكان ايه على الفاضي. دلوقتي مثلا زي البيبان انا مش عايزها في اللوحة بتاعت الدور الارضي، انا كل اللي محتاجه من اللوحة بتاعت الدور الارضي اماكن الحوائط، عشان احاول اداري الاعمده في الحوائط
واخد الكاميرات، احط الكاميرات اللي احطها في البدروم احطها فين؟ احطها تحت كل حيطة موجودة في الدور الارضي اذا امكن. لو ما امكنش هيكون في يعني هنشوف قدامنا دلوقتي. تمام، دلوقتي هنعمل ايزوليت للايه، لللايرز زي بتاعت البيبان. اقوم ماسح كل البيبان ديليت، بعد كده اعمل ان ايزوليت. ايه تاني انا مش محتاجه؟ مش محتاج مثلا السكشن. بص، ناخد اللي هي بتاعت ايزوليت، قوم دايس مثلا على اللي هي بتاعت السكشن دي. الكتابات دي مش حاببها انا دلوقتي، مش عايز اشوفها. الحوض اللي هو بتاعت الكلوزنج دي، دولاب يعني ده غالبا، وكده. وادي اهو، ندوس على كل ده، وادي الدش ده. الحاجات دي كلها ايه، مش هستفيد منها دلوقتي. اختار حاجة من كل حاجة، هو مختار لي اللاير بتاعتها وهيتعمل لها ايزوليت زي هنا مثلا كده مثلا، عشان خاطر ايه، ابقى ضامن ان ادوس على كله اهو. تمام، دلوقتي هقوم عامل ايه، اقوم والدايمنشنز كمان مش عايزها، اقوم دايس ايزوليت، دايس انتر. يا نهار ابيض، كان المفروض ادوس انتر على طول. معلش، ندوس تاني اهو، ايزوليت اهو ده ده كده. الكتابات دي مش عايزة، كلوزنج ده مش عايزه، ولا الدش، ولا كل الكلام ده مش محتاجه، الحوض ده مش محتاجه اهو. اعلم بس على كام حاجة كده، اقوم دايس انتر، الاقي ظهر لي الحاجات دي، او ما يعمل لها كلها ديليت اهو. تمام، ابتدي ادوس ايه، ان ايزوليت اهو. دلوقتي عندي اللوحة يعني فضيت من حاجات كتير ما كانتش ليها لازمة بالنسبة للإنشاء. تمام، دلوقتي هبتدي احط الأعمدة. طب احط الأعمدة ازاي؟ هنبتدي بقى نستخدم الأوامر اللي انا كنت ايه، اللي كنا بنشرحها في الايه، في الفيديوهات اللي قبل كده. دلوقتي الاول، اول حاجة احنا قلنا على حوار البين اساينمنت. البين اساينمنت ده هنبص عليه، لازم ننفذه دلوقتي وهنبقى نشوف فايدته في الطباعة. هي حاجة بسيطة يعني، كل الحكاية ان كل لون من دول بيبقى ليه تخانة معينة، وهنشوف هتفرق فيه بعدين. المهم دلوقتي احنا هنعمل لايرز بايه، بالاسماء بتاعتنا اللي هي هيكون عندنا ايه، نعمل لاير مثلا، نعمل نيو لايرز. اول لاير مثلا هنسميها الايه، الكولوم، اس كولوم ستراكشرال يعني. وبعدين الكولوم كان ايه، قلنا لونه كان ايه، لبني سيان ده. اوكي تمام، نعمل كمان لير ونسميها للهاتش، اس هاتش. تمام، ونخليها ايه، ونخلي لونها احمر، لان لو بصينا على البين اساينمنت هنلاقي ايه، لونها احمر. تمام، طيب نعمل ايه تاني، لير للبيمز، والبيمز كان لونها ابيض. تمام، ون ايه، ونخليها لونها ابيض. ولير للدايمنشنز وكان لونها بنفسجي. تعالوا نبص تاني عشان نتأكد ونشوف احنا اذا كنا ناسيين حاجة ولا لا. نقفل كده دي، بص هنا اهو. نعمل الاكسس، هي الاكسس معمولة على لير، هنخليها احنا لونها احمر. هي عندنا هنا معمولة لونها أخضر، لازم نخليها أحمر. ماشي أهو، ندوس كده هنا نشوف فين الأكسس، لايرز كتيرة جدا أهو، دي الأكسس نخليها إيه، باللون الأحمر. تمام، دلوقتي في إيه، ديتيلينج، مش هنعمل ديتيلينج دلوقتي الكلام ده. نعمل لاير للتكست بس كده يعني، يبقى تمام. دلوقتي نعمل لير للتكست، ونكتب عليها ايه، نخليها ايه، لونها اخضر. تمام، زي الفل.
دلوقتي هنبتدي نعمل ايه؟ هعمل الكولوم بتاعي. الكولوم هعمله اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي ريكتانجل، قوم دايس ايه دايمنشنز، ريكتانجل، وقوم دايس كده النقطة الأولانية بتاعته، وبعد كده أقوم مختار دايمنشنز من هنا، بعد كده أقوم كاتب 0 بوينت كام؟ 0.3، انتر، 0.5 وليكن، ولا ماشي خليها 0.5 مثلا. ادي ده شكل العمود اللي عندنا مثلا، تمام. قلنا العمود يبقى محطوط على لاير العمود، نعمل له سيلكت، ومجرد ما ندوس على اللاير بتاعت العمود اس كولوم، اهي كده بقى على اللاير بتاعت الايه بتاعت الكولوم. وخلينا ايه نخش على اللاير الهاتش مثلا دلوقتي، ونعمل الهاتش بتاعه. طيب الهاتش بتاعه اهو، هندوس هنا على هاتش اهو، نقوم دايسين كده هنا، بلاش الاول نخلي السكيل بتاعه 0.4 عشان خاطر يبقى مناسب شويه للابعاد بتاعتنا، وندوس بيج بوينت، ندوس كده تمام كده اهو اتعمل، دايس سكيب خلاص. ده عندك شكل ايه؟ شكل الكولوم بتاعك، الكولوم الانشائي بتاعك هيكون شكله عامل كده. طيب دلوقتي ادي الكولوم ده على اللاير بتاعت الكولوم، والهاتش على اللاير بتاعت الهاتش. دلوقتي هنخليهم كلهم على بعض بلوك، نخليه بلوك ونسميه كولوم، عملنا عليه سيلكت، قلنا دايسين ايه بي ال انتر، وسميناه كولوم. ناخد بالنا ان هي بس كونفرت تو بلوك، ناخد بالنا من الحته دي لازم تكون كونفرت تو بلوك. بعد كده نختار البيك بوينت، خليها في نصه وليكن، ندوسين اوكي ديفاين اهو، هتدوس عليها تلاقي كله بلوك واحد، تحركه كده هو كله على بعض ماشي. دلوقتي البلوك ده هناخده ايه؟ ناخد منه كوبي اهو، ونخلي يبقى فيه واحد افقي وواحد راسي، ونبتدي نشكل كده هنا على حسب، ناخد ده وناخد ايه كوبي منه من هنا اهو، هنحطه هنا. البروز اللي فيه حاجة بسيطة جدا اهو، تمام. احنا بنحاول ايه نخلي كل الفراغ المعماري مفيهوش اي حاجة تقطع، ونحط واحد كمان هنا نحط كولوم هنا. احنا ايه القاعدة في وضع الاعمدة؟ هو بس كل الحكاية ان يعني بتكون يعني المسافة ما بين كل عمود والتاني ما بين 7 متر و3 متر، يعني ما تزيدش عن 7 ويفضل ما تقلش عن 3. طيب ما تزيدش عن 7 عشان خاطر الديفليكشن، وعشان خاطر يعني تكون سيف وكده. طيب وليه ما تقلش عن 3؟ ما كل ما نقرب كل ما تزيد الاعمده، كل ما الدنيا تبقى حلو. لا بس يعني بيفضل ان ما تقربش قوي، عشان خاطر تحت في القواعد هتبقى كده ايه، لما تقرب عن 3 متر هتبقى كومبايند، والكومبايند بيبقى التسليح بتاعها اكتر، وكده مش هتوفر فلوس. والمفروض المهندس يعني موجود عشان خاطر يعمل حاجه اقتصاديه، تمام. دلوقتي بحط الأعمدة، وبعدين نحط كمان عمود هنا، تمام كده. الباكية دي يعني مليانة أعمدة اهي، خلاص حطينا الأعمدة بتاعتها. نشوف نكمل في بقية البلان عندنا، ناخد كوبي من ده او هنا، طيب دلوقتي احنا حطينا الأعمدة بالكامل في الايه في البلان اللي هي بتاعت الدور الأرضي. هندوس كده على عمود واحد منهم، وهنقوم دايسين ايه ايزوليت.
هنلاقيه طلع لنا الاعمده كلها، وهتلاقيها ايه شكل هاتش بس اللي طالع، بس ما تخافش هو بيبقى ايه العمود كامل بالخط بتاع العمود. هنقوم عاملين عليها سيلكت كده كلها، ونقوم عاملينهم كلهم بلوك واحد. ليه؟ عشان خاطر البلوك ده المجموعة الاعمده دي هناخدها زي ما هي ونحطها على في كل البلان بتاع البيزمنت اللي هو البدروم والجراوند والفيرست والروف، وهنشوف في كل الحته في كل البلانز هل الاعمده دي هتكون مضايقه حاجه ولا لا، ولو مضايقه يعني سد فراغ معماري هنبقى عاملين ايه؟ هنضطر نحرك العمود، فلما نحركه يتحرك في كل الرسومات، فنكون محتاجين ايه؟ على طول نفكر ونلجأ للبلوك. البلوك مجرد ما انا عدلت بقى في بلان من البلانز هتلاقيهم ايه؟ اتعدل في الباقي كله. ومبصين عليهم هل التعديل ده نفع في بقية البلانز؟ بقت الدنيا ماشية كويس ومش سد اي العمود، مش سد مثلا باب ولا محطوط في نص أوضة ولا حاجة زي كده، تمام كده يبقى ايه الشغل بتاعنا مظبوط. المهم نقوم دايسين بلوك بي ال، واحنا بس كل الحكايه من الاستاتيكال سيستم المحاضره دي احنا بنتعلم الاوامر اللي هنعمل بيها الاستاتيكال سيستم، مش قصه ان احنا نعمل استاتيكال سيستم قوي يعني قد ما ان احنا ايه نعرف هنستخدم الاوامر ازاي من الكاد. تمام، سميته سي او ال كولوم يعني، بعد كده اخترت بيك بوينت اي نقطه كده في النص، وبعد كده قمت دايس اوكي. تمام، كلهم على بعض بقوا ايه بلوك واحد، اجي اعلم على واحد الاقي ايه كله اتعلم عليه. تمام، دلوقتي اقوم ايه اعمل ايه ان ايزوليت، رجعت ايه اللاير زي ما هي. تمام، دلوقتي ايه هبتدي اشوف الاعمده دي هل هتكون مناسبه للبدروم. هنشوف، هنقوم عاملين عليها سيلكت كده. حاجه تانية كنت عايز اقولها، دلوقتي احنا عايزين ايه، انا فاتح اتنين بلانز دلوقتي جنب بعض، عامل اللي هي البلان بتاعت الدور الارضي ودي البلان بتاعت البدروم. طب انا عايز اشوف الاتنين قدام عيني، مش لما ازوم كده ابقى شايف دي بس، لا انا عايز اشوف دي ودي في نفس اللحظه، مش هبقى مش تقول لي بقى ايه اعمل زوم اوت. طب زوم اوت، طب ما انا مش شايف الاعمده. المهم انا هفتح دلوقتي ايه الاثنين بلانز دي قدامي، اعمل ايه؟ اقوم دايس فيو، بقى كده فيو بورتس، واقوم دايس ايه تو فيو بورتس، على حسب بقى انا عندي كام بلان وانا عايز اعمل قد ايه. المهم دلوقتي احنا عايزين نعملهم تو فيو بورتس، هيقول لك هوريزونتال ولا فيرتيكال، هنخليها فيرتيكال، وطبعا هتفهم الهوريزونتال هيكون منظره عامل ازاي. بس دلوقتي هتزوم هنا فين؟ هتزوم على البلان بتاعت البيزمنت البدروم، وهنا هتزوم على مين؟ على البلان التانية اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الدور الأرضي. تيجي تقول لي طب ما أنا كنت فتحت واحدة وأقعد أتنقل، ماشي ما أنت هتقعد تتنقل بس ممكن تتلخبط، تقول لي يا ترى أنا كنت ببص على إيه هنا ورحت أبص عليه هناك. طب دلوقتي في لحظة واحدة مجرد ما أنا عملت سيلكت هنا على الأعمدة دي، وقمت دايس كوبي سي أو، وقمت من غير اي حاجه من اي نقطه بقى، وقمت ماشي كده هورزونتال كام؟ ها هنقول كام بقى؟ 50 متر، لان انا عارف ان انا حاطط التالي على مسافه 50 متر، فمجرد ما دوست 50 هيتروحوا يتوقعوا هناك في نفس النقط اللي هي موجوده في البلان دي. تمام، نيجي بقى هنا ونبص ونزوم، هل العمود ده هيقطع حاجه؟ ده كده كده بره اصلا البدروم. البدروم يعني ايه الحته دي؟ تعتبر مثلا هتكون جرينه او هتكون حته مش مبني فيها من الاخر، مش محفور فيها ومعمول فيها ايه بدروب. تمام كده العمود ده مش هيضايقني في حاجه، ولا ده ولا ده. طب نشوف بقيه الاعمده، هنا اهو في عمود وداخل في قلب الحيطه كويس، هنا عمود واللي خارج بين البروز منه حاجه بسيطه جدا. تمام، وادي هنا برضو عمود، وناخد بالنا الحتتين دول اصلا تهويه، ناخد بالنا من المنطقتين دول اسمها لايت ويل، لا لايت ويل دي دول للتهويه، فراغ كده عشان خاطر ده اصلا تحت ده بدروم تحت الارض، فمعمول فراغ حوالين الباب ده مجرد لايه لتدخيل النور والهواء لايه للبدروم. تمام، ودي زي ما هنا زي ما شايفين اهو برضو ايه كل الكولومز الحمد لله ظبطت ومحطوطه ايه في قلب الحيطان. طب مثلا لو انا ايه شفت ان في كولوم مثلا مش عاجبني مكانه عايز ايه احركه، زي ما اتفقنا وقلنا هندوس كده عليه، قلنا قبل كده ندوس كليك يمين وندوس ايه edit block in place، هيقوم مظهرك الويندو دي تدوس اوكي تبتدي ايه يتحرك فيه تعدل فيه اللي انت عايزه. اهو مثلا وليكن اهو موف، انت معلم عليه تقوم دايس انتر وتقوم محركه مثلا هنا، تيجي هنا وتدوس وانت بتخرج تدوس سيف تشينجز. طبعا انا مش عايز اسيف تشينجز لان انا ايه مجرد ما ادوس سيف تشينجز هتلاقيه اتنقل
في كل البلان اللي البلوك ده موجود فيها. يعني هتلاقي في الجراوند وفي البيزمنت الاثنين اتغير مكانه. لو انت حاطه في ثلاث اماكن مثلا هتلاقي العمود اتغير مكانه من ثلاث اماكن. تمام، هتدوس ايه كلو، يعني ايه ما تخليش التشنجز دي تحصل، هتلاقي العمود في مكانه. تمام، كده احنا حطينا الاعمده. دلوقتي هنبتدي نبص على ايه، ازاي هنحط الكاميرات. انا برضو ماليش دعوه بالاستاتيكال سيستم، انا مجرد بس بتكلم في ايه عندي حيطه هنا عايزها تقابلها تحت كاميرا. تمام، دلوقتي هبتدي اخش بس على ايه بتاعت البيمز، اللاير بتاعت البيمز عشان ابتدي ارسم عليها. فين بيمز؟ اهي تمام، هبتدي اخد بولي لاين كده وام جاي هنا، ابتدي ايه امسك من نقطة العمود هنا، وناخد بالنا يا ريت ايه الخط بتاع البيم ما يكونش عامل على العمود، يعني هو من النقطة بتاعت العمود الخارجية للنقطة بتاعت العمود الخارجية. تمام، واخد من ده اوفست، او اف انتر 0.25 سنتر اهو. دلوقتي عملنا ايه، دي قلنا دي حيطة فالمفروض مثلا يبقى عليها كاميرا، فنقوم عاملين ايه سيلكت على الخطين دول اللي احنا عملناهم، ونقوم مدينهم كده نشوفهم في البيزمنت هل ننفع نحط كاميرا في المكان ده ولا ما ينفعش. اقوم عامل كوبي سي او انتر، واقوم مودي الحاجات دي، اقوم مديهم ازاي، امشي كده 50، اقوم كاتب له 50 واقوم داس انتر. هنبص هنلاقيها وقعت فين في البيزمنت، وقعت في الحتة اللي مش محفورة أصلا. طب ماشي، إحنا أصلا إيه الهدف من الكاميرات؟ الكاميرات بتنقل الأحمال بتاعة السقف لإيه؟ بتنقلها للأعمدة، ومن الأعمدة لإيه؟ للتربة للسويل. طيب دلوقتي إحنا عندنا سقف أصلا موجود على التربة، طيب هل لازم له كاميرات؟ لأ طبعا، يعني الحتة دي من السقف بتاعة الجراوند الجزء ده، هنيجي نبص هنا في الحتة دي هنلاقي ايه مفيش اصلا حفر ولا في بنا، ده الحيطان بدأ من هنا، يعني ده كله لسه مش مبني فيه اصلا. فيعني هي كده خلاص على الايه، على التربة. طب ما احنا نستفيد بكده ونخلي السقف اللي على التربة ده تتنقل الاحمال من السقف الجراوند ده للسويل على طول مباشرة، فما نعملش ايه كاميرات وبيكون ليها نظام معين. تمام، نقوم ماسحين الكاميرات، نمسحها من هنا. تمام، دلوقتي نبص تاني نشوف كده، احنا قلنا الباكية دي كلها ايه واقعة على ايه، على الارض، فخلاص مش هنتكلم فيها تاني. طيب نبتدي نبص، اولا الحيطان الخارجية بالذات من البيزمنت دي هنضطر نعمل فيها حاجة كويسة. دلوقتي الحيطان الخارجية دي هنعمل فيها ايه؟ هل هي هتشيل الحيطان بتاعة الجراوند بس؟ هل المفروض ان هي يبقى فيها كاميرات تشيل الجراوند بس؟ لا، ناخد بالنا ان في فرص تانية بتأثر عليها. البيزمنت ده عبارة عن ايه؟ اسمه ايه ده؟ بدروم. البدروم ده بيكون تحت الأرض، ففي فورسز أصلا من الايه؟ من الفورسز من الجنب، عبارة عن السويل بتضغط عليها من الجنب، ما انت حافر في الارض وعامل حيطة، فاكيد هيكون في الحفرة دي بتكون عايزة تتقفل، او يعني التراب عايز يردم الحفرة دي، فبت ايه فبيكون في حوائط ساندة ريتيننج وول. فتلاقي هنا عاملين ايه لاير ومسمينها ايه ريتيننج وولز. فنبتدي نشوف هنا كل الحوائط الخارجية نعملها ايه ريتيننج وولز. فبنقوم اهو عاملين كده لاين، تمام، اخترنا اهو بولي لاين وقمنا دايسين كده. اهو لغاية هنا ده الريتيننج وول، لان ده حدود المبنى بتاعنا، اهي ريتيننج وول اهو، تنزل لغاية وش العمود وتقوم عامل ايه، عامل من الخط اللي احنا عملناه ده كله اوفست. في لحظة نبقى خلصنا جزء كبير اهو، بس نقفلها، انا عاوز نقفلها عشان خاطر ايه
لما نيجي نعمل هاتش تتعمل هاتش بسهوله، ما ايه ما تتعصلكش معانا. بعد كده بقى نشيل الخط ده. ما نشيله ليه؟ عشان زي ما اتفقنا مش يعني السمك التخرات دي يتبان، فمش عايزين يبان السمك بتاع الحيطه فوق السمك بتاع الكولوم، عايزين الكولوم هو اللي يبان. المهم هنقوم داخلين دلوقتي على اللاير بتاعت هاتش، نقوم عاملين الهاتش بتاعنا. اهو نقوم جايين هنا، نقوم دايسين اول بيج بوينت، نقوم جايين هنا نقوم دايسين. هو بس عشان الاكسات موجودة فهي ايه بتعمل ايه، بتهشر ما بين الاكس والاكس. دوس كنترول زد اهو نخرج. الاكسات اللي مضايقانا دي وكل حاجة مضايقانا احنا ممكن نعمل ايزوليت، اهو نعمل ايزوليت للريتيننج وول. بس انا مش عايز دلوقتي اشوف غير الريتيننج وول يا عم الحاج. اهي اقوم دايس هاتش اهو، اقوم دايس بيج بوينت بتاعتي. بس ناخد بالنا بس معلش، يبقى مشغلين كمان الايه اللاير بتاعت الهاتش، لان انا محتاج الهاتش كمان دلوقتي. تمام، واقوم داخل على اللاير بتاعت الهاتش واعمل الهاتش بتاعي، واقوم دايس هاتش، واقوم دايس البيج بوينت، واقوم دايس هنا اهو. هنلاقيه اتعملت تمام قوي. ماشي كده انا عملت الايه الهاتش بتاعي وعملت الايه جزء من الريتيننج وول. يلا بينا نكمل. تمام، دلوقتي احنا عملنا الريتيننج وول زي ما احنا شايفين اهو كده، الريتيننج وول كاملة اهي. تمام، دلوقتي بقى نبتدي نبص على البلان بتاعت الدور الارضي ونشوف كل حيطة في الدور الأرضي هينفع نعمل تحتها كاميرا ولا لأ. مثلا نبص على حيطة زي اللي هنا دي كده إنشائيا هينفع. ليه؟ لأن هي فيها عمودين أهو. معماريا نشوف معماريا هل هتقطع فراغ معماري ولا لأ. لو نخش على اللير بتاعت البيمز نقوم دايسين كده أهو من على وش العمود، وش العمود لا يعني لغاية هنا. تمام، وادي ده كده نقوم ماسكينه وعاملين له ايه اوفست. تمام، دلوقتي ناخدهم كوبي ونشوفهم تحت هيكونوا شكلهم المنظر عامل ازاي. كوبي اهو من اي حتة ونمشي كده كام 50 انتر. نيجي نبص هنا اهو، سدت ايه؟ ما سدتش اي حاجة، تحتها ايه يا دوب باب. الباب عادي كده كده الكاميرا مهما كان سقوطها يعني هتكون ايه فوق فتحة الباب. تمام زي الفل. نشوف طيب هنا دي اصلا كده كده معمولة بريتيننج وول لو خدنا بالنا اهو. تمام، طب نشوف اللي تحتها هتنفع ان شاء الله. تعالوا كده نبص هتمشي. ايوه هنا في حيطة وهنا عايزين نعمل ايه كاميرا ليه. يلا اهو نعملها بقى هنا على طول، خلاص عارفين ان هي هناك في حيطة وعارفين ان هي نفس المكان ده. ماشي اهو تمام. دلوقتي فين تاني الجزء ده؟ يلا نشوف كده هنعمل له كاميرا هنا ونشوف هتقع فين هناك اهو لغاية هنا مثلا. لو ناخد بالنا لو ناخد بالنا اصلا مفيش هنا عمود، ما انا مش حاطط هنا عمود. طب يا ترى ليه؟ هنشوف دلوقتي. تعالوا نجرب بس كده ومثلا نعتبرها انشائيا تمام مظبوطة، انما مثلا معماريا هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل اصلا. تمام، ناخدها كوبي ونوديها هناك نشوف ايه اللي هيجري.
افتكروا كده فين؟ نفس اللي اتكلمنا عليه. هنا اصلا الحتة دي اصلا مش ده كده، دي في التربة، الحتة دي في التربة. لحظة، ده اتنقل ده عن طريق الغلط دلوقتي، عملت عليه سيليكشن فاتنقل معايا، ولا ده كان موجود؟ لحظة كده، بيزمنت، كان موجود. تمام، ماشي. دلوقتي زي ما احنا شايفين الكاميرا هنا مكانها هيكون ملوش لازمة اصلا، الحتة دي هتكون تربة، فالتربة يعني هي هتتنقل لها الحمل على طول، فخلاص مش محتاجين هنا اصلا كاميرا. شيل، هكمل الكاميرات وابتدي اكمل الفيديو. طيب دلوقتي عملنا الكاميرات، ناقص ال ناقص نبتدي نعمل نماذج للكاميرات، كل كاميرا نكتب عليها النموذج بتاعها. بس كان في حاجة، بس اللي هو اللوحة كده مليانة جامد في البيزمنت، احنا مش شايفين اصلا الكاميرات اللي اتعملت، هو الكاميرات كانت هنا اهي. المهم دلوقتي هنعمل ايه؟ نشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة دي، ندوس فريز مثلا، والبيبان، الحاجات دي، نخف بس اللوحة شوية كده عشان ايه الدنيا تبان معانا كويس. تمام، ودي طبعا اللي هو المكان اللي بتنزل منه العربية للجراج، وده بيكون يعني زي حاجات كده فتحات في الأرض عشان خاطر لو في مطر ولا حاجة ما تنزلش تغرق الجراج، بتنزل ايه، او لو بتغسل العربية ولا حاجة، ده تكون حاجة صرف يعني تبع الصرف. تمام، دلوقتي اللوحة خفت إلى حد كبير، هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ عندنا هنبتدي نكتب ايه نماذج الكاميرات على كل كاميرا منهم، زي ما احنا شايفين مثلا اهو، ده انا اللي عامله بس قبل ما نبتدي تسجيل الفيديو اهو. نماذج الكاميرات بكتب على كل واحدة B1 25 في 70، لغاية اما بعد كده بعد ما بندخلها على اي برنامج تحليل انشائي يقول لك هتستخدمها كام في كام وكده على حسب المومنت اللي عليها. تمام، طيب دلوقتي اهو هنشوف، نيجي على دروينج ونشوف ايه هنبتدي نعمل الكلام ده ازاي. عادي خالص، نشوف ايه اللاير اللي كنا مسمينها تكست، التكست اهي، واقوم عامل تكست كده بالمنظر ده، واقوم كاتب هنا كام، بي 1 25 في كام، في 70. بس انا كنت قايل قبل كده ان الخط طالما احنا شغالين سكيل 1 لـ100، احنا كده شغالين سكيل 1 لـ100 على فكره، طالما احنا البعد هو البعد، احنا يعني انت ما بتعرفش اصل الكلام ده، لان هو المفروض يبقى ايه اللي عامله المعماري، يعني السكيل بتاع اللوحه دي اللي عامله المعماري. تمام، ماشي. دلوقتي احنا قلنا مثلا تكون في حدود الكام، 240، بس 240 دي لو احنا مش شغالين بالملي، احنا دلوقتي شغالين بالايه، بالمتر، فمن يعني من 0.2 ل 0.24، خليها 0.2 زي ما هي. هنا الخط احنا اتفقنا على خط، قلنا ايه الخط اللي هو رومانتيك ده ولا رومانتيك، اهو الخط ده، نوع الخط ده اللي هيكون افضل شكل موجود. تمام، هنقوم واخدينه ونقوم ايه حاطينها على الايه، على كل الكاميرات. نشتغل مثلا على الكاميرات الاول الافقية، نعمل بس بروبرتيز ونخلي لها ايه، نعمل جاستيفاي ونخلي، لو تفتكروا كنا بنخليها ايه في السنتر، بوتوم سنتر، لحظة كده، بوتوم سنتر اهي، انهم قافلين، هنلاقي ايه اللي حصل، المربع اللي بقى نمسكها منه بقت في البوتوم سنتر، عشان خاطر هنعملها دلوقتي بمنظر يعني ايه كويس شوية. هنمسكها من هنا مثلا، هنحطها فين، في السنتر اهو، اهو كده خلاص خلصنا ايه كل الكاميرات الافقية. طيب نبتدي نعمل روتيت، بالمنظر ده، ونبتدي نحطها فين،
بمسكه كويس. تمام، عملنا كوبي كذا مرة، هنبتدي نقل كل واحدة ايه المكان بتاعها. هنا مثلا كده، واخدين الباقيين وحاطينهم. دلوقتي كتبنا النماذج بتاعة الكاميرات، كل كاميرا كتبنا عليها B1 25x70. ده الكلام ده يعني مجرد ابتدائي، لغاية ما ندخلها على برنامج تحليل إنشائي ساب مثلا أو إيتابس، وبعد كده نعرف المفروض يكون الأبعاد بتاعة كل إيه كل بيم هتكون كام. تمام ماشي. بعد كده هنعمل إيه؟ هنبتدي دلوقتي نشوف ابعاد البلاطه. البلاطه نفسها هتكون من فين لفين. وبس احنا هناخد بالنا ان هنا الحته دي كبيره جدا وما فيهاش بيمز. فلحظه كده، برضو كنت عاملها كبيره كده من غير بيمز، فيعني هتبقى هولو بلوك بقى او ايه، يعني هنشوف ان شاء الله. بس عموما دلوقتي احنا بس بنشوف الامر الاوتوكاد. دلوقتي هنشوف بقى حدود البلاطه بتاعتنا هنجيبها منين. في لحظه واحده اصلا هنلاقي في الجراوند هو اصلا عامل لك بره كده لاي اوت للايه، اهو ده اللاي اوت بتاع ايه البلان ده، يعني جايب لك الحدود الخارجيه بتاعتها بس. ماشي، هنبتدي ناخده كوبي ايديت كوبي وسبيس بوينت، خده من اي حته اهو. بعد كده تعالى هنا، بعد كده ايه edit edit paste اهو. تمام، هنمسكه من نقطة معينة ونبتدي ايه ناخده نحطه move، ناخده نمسكه من هنا مثلا. تمام، احنا ممكن نبص على الدور نفسه، نحطه هنا اهو كده مظبوط على الدور، على حجم الدور بالظبط. تمام، نمسكه ونقوم مدينه موف هناك اهو، موف نوديه على فين، على اللي هو على جنبها ب 50 متر ده اهو، هنلاقي اتحط كده. بقت حدود البلاطه الخارجيه متظبطه، بس يعني يفضل بقى الخطوط البيضاء اللي دي ما تنفعش كده، ما ينفعش تبان على الريتيننج وول، عشان خاطر ايه اللي هيبان السكن في الطباعه، اللي هيبان السكنس بتاع الابيض ولا السكنس بتاع الريتيننج وول الابيض اللي هو هيكون بيمز، فلازم ايه يكون في فرق. فنقوم دايسين اكس انتر، نخلي ايه كل خط فيهم لوحده عشان خاطر نمسح الخطوط اللي مش عايزينها. اولا ما ينفعش الخط يبقى على وش العمود كده زي ما احنا شايفين، ما اتفقنا ايه يبقى يعني يا دوب على ايه على اوله كده، ما ينفعش يبقى ماشي عليه. تمام، ننزل كده نعمل كده على طول بسرعه. ده دول خطين ER دبل انتر، واعمل كده واعمل كده. تمام، دايس كده ديليت اهو. تمام،
ناخد بالنا ان احنا خدنا ايه الطروف الخارجية بتاعت انهي دور، الدور الاول الارضي قصدي، الدور الارضي عشان خاطر السقف ده اللي هيتبني عليه الحوائط بتاع الدور الارضي، فلازم يكون وسع، وسع الايه الدور الارضي، مش ناخده على البدروم. كده تمام، كده كلها ظبطت تمام. نبتدي نعمل ايه؟ نشوف بقى بعد ده كله. الاول نكتب السمك بتاع كل سلاب احنا عايزينه، هنفترضها برضو في الاول يعني نفترضها مثلا ب 15 سم، وليكن 15 سم، فهنعمل اهو تكست وهنكتب هنا 15، نكتبها بايه؟ ناخد بالنا يا ريت تتكتب كومنت. تمام، نبتدي لو فاكرين الدايرة كانت بتتعمل ازاي، كنا بندوس ايه تي سيركل، اهي انتر سيركل كونستانت او فاريبل مش فارقة، تقوم واخدها موف اهي، شوف كل باكية وتقوم حاططها فيها، حاطط هنا مثلا، تقوم واخدها كوبي. هاي هنا وهنا وهنا، طيب دلوقتي ايه اللي ناقص لنا؟ ناقص لنا الفويدز، اي فويد هم عاملين عليها ان هي فويد، بدل ما ايه الحاجه اللي مش معمول عليها علامه اكس كده ان هي فويد، ممكن تحسب تبع الحاجات اللي هتصب، يعني مثلا دول اصلا زي منور، حاجه بس بتدخل النور والهواء للمكان، فلما يتشاف ان هم مش معمول عليهم علامه الفويد فكده يبان ايه؟ يبان ان هو اسمه ايه ده؟ ان هو فعلا ده سقف كده. لا هو مش سقف. طب انهم عاملين ايه؟ نبتدي نعمل علامات الفويد دي، نجيب بتاع الهاتش، انهم عاملين ايه اكسات كده مكان كل فويد، طبعا انا بس حافظهم اهو، ممكن نجيب من هنا اهو بيزم، نجيب جراوند قصدي، ونشوف ايه كل حتة فيها فويد كان فين، هيقول لك عند الاتنين دول اهو، وعند فين، وعند السلم ده كان فويد اهو، بس كده دي الفويدز الموجودة، انا عاملين الفويدز اهو بالمنظر ده، من هنا لين، من هنا لين، كمان الحتة دي بتاعت السلم ده كان فيها ايه فويد،
تمام كده يعني غالبا ظبطناها على الاخر، هو بس ناقص الايه الترقيم ده، مش ايه مش زي ما اتعودنا. المفروض يكون اي تكست مكتوبه بالاخضر زي ما اتكلمنا قبل كده اهو، وادي البين اساينمنت كنا قايلين اي تكست تكتب بالاخضر. تمام، فهنعمل ايه؟ نظبط بس اخر حاجه، بس التكست اللي نخليها بالاخضر ونخليها بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. نجيب دروينج دي ونقوم ايه شايلين كل دول، ويدوب بس نعيد الترقيم. الكلام ده كان اتقال قبل كده، هنقوله تاني في 5 دقايق ان شاء الله. تمام، هنبتدي نمسح، نمسح الحاجات دي. دلوقتي هنرقم الاكسات الرأسية دي، ان احنا هنقف بس على تكست، بعد كده نكتب واحد هنا، نكتب واحد بس نكتبه بإيه؟ الرومانتيك. اهو نظبطه كده مكانه. تمام، نبتدي ايه ناخده كوبي، ناخد بالنا بس ناخد كوبي منين عشان خاطر بس ايه تبقى حاجة نضيفة. نمسك كده من على بداية الخط، هو غالبا احنا مش محتاجين دلوقتي تو بورت وكده، احنا خلاص خلصنا. فهنخليها ايه، نخليها فيو، كاتش من هنا كانت فيو اللي هنا كده، نخليها وان بورت بس. عملناهم وحايد، لو نفتكر ازاي كنا بنخليهم ارقام، كنا بنعمل عليهم كلهم سيلكت وندوس ايه تي كاونت، ندوس انتر ونخليها كده في الاكس، ونخليها من واحد لواحد، ونخليها اوفر. اي كتبت 1 2 3، بس ناخد بالنا بس ان هي ايه اتكتبت بالستاندرد، ما كتبتش بالايه بالرومانتك ده ولا الرومانس اللي احنا بنتكلم عليه. ندوس ايه فورمات تكست ستايل، والستاندرد نخليه ايه ده. تمام، ابلاي كلوز، اهو اتظبطت كده، ده الشكل الايه المفضل يعني. تمام، دلوقتي عايزين نعمل لهم دوائر، هم دايسين تي سيركل. نبتدي نسلكت الاوبجكتس اهم، هنقوم دايسين انتر، بعد كده انتر، بعد كده ايوه سيركل كده كونستنت. تمام كده اتظبطت دي كويس. ماشي، نعمل اللي في الجناب. طيب نعمل الدايمنشنز الاول، بس نعمل الدايمنشنز. نفتكر الدايمنشنز كنا بنعملها ازاي، اللي هو كويك دايمنشنز الاول، بس نخش على السكيل اللاير بتاعت الدايمنشنز اس دايمنشنز. ماشي، وبعد كده هنقوم دايسين هنا على انوتيشن انوتيت، وبعد كده ندوس ايه كويك، نقوم دايسين كده نعلم عليهم بسرعه اهو اهو، بس انتر نطلع لفوق سنة، نحطهم فوق، انا قاصد نحطهم فوق. تمام، وبعد كده نقوم ماسكينهم كده من فوق، دول لازم فوق عشان خاطر لو تحت ساعات بيلخبط في الدايمنشن. نقوم ماسكينهم كده ونقوم عاملين لهم موف وننزلهم تحت، موف وننزلهم تحت سنة كده. تمام كده الدايمنشن زميل الاجسام. بس هل ده الشكل اللي احنا عايزينه؟ لا، احنا قايلين ايه يعني في شكل بنحب نستخدمه زي المنظر ده، الكتابه في البتاع، الكتابه في الدايمنشن بتكون بالشكل ده بالاخضر، بيكون المنظر ده افضل حاجه. نعمل له ماتش ام ايه انتر، خدنا منه ماتش اهو، نيجي هنا ندوس على ده
اهو 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 تمام 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 هو بس كده كل حاجة مظبوطة الحمد لله. ماشي نعمل بس اخر دايمنشن بقى اللي ايه، اللي هو من الاول للاخر، من اول هنا للاخر. لا هو مش مظبوط كده 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 مظبوط. ننزل سنة اهو، ناخد ماتش اهو تمام. هنعمل ايه بقى في لحظة واحدة؟ نقوم ايه، نقوم واخدين ده كله كده ميرور ميرور، ويكون محطوط تحت كمان. وكذلك هنعمل ايه في الاجناب اهو، هناخد ميرور ام اي ونشوف نص الاكس فين. وليكن كده هنعمل لهم موف، ندخلهم لجوه شوية. بس المنظر بقى بالشكل ده دلوقتي المفروض هيطلع في الاخر المنتج بتاعنا بالشكل ده، بيكون في حدود البلاطه، بيكون في السمك بتاع البلاطه المفترض يعني في الاول، ده مش النهائي يعني اللي هيتنفذ، ده بيكون مفترض بقى كده ايه بعد الحسابات بيطلع القيمه الحقيقيه اللي هتتنفذ، وبتكون في اماكن الكاميرات وبرده الابعاد بتاعت الكاميرات المفترضه، الابعاد ما بين الاكس والتاني، والاماكن الاعمده، الاماكن اللي فيها فراغ، والاماكن اللي ايه اللي فيها سلات. ده المفروض يطلع في اللوحه اللي هي بتاعت الاستاتيكال سيستم الاوليه، اللي اول ما بتاخد المعماري وتحوله للانشائي. تمام ان شاء الله الحصه اللي بعديها هتكون عباره عن حصر الكميات، ومن بعدها هتكون الطباعه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.